تمام، بدأ اهو. طيب يا شباب، النهارده ان شاء الله هناخد اول سيكشن في السميث تشارت. زي ما قلت انا كده المره اللي فاتت في السيكشن اللي فات، ان السميث تشارت الهدف منها هي عباره عن ايه، او السميث تشارت بتاعتي عباره عن ايه وعاوز منها ايه. السميث تشارت بتاعتي هي عباره عن يوسفول جرافيكال، هو عباره عن جرافيكال تول، عباره عن رسمه معموله بحيث ان انا اقدر من خلالها احسب كالكوليت ذا ريفليكشن كوفيشنت والاس والامبيدنس. تاني، السميث تشارت بالنسبه لي هي عباره عن وسيله او رسمه بقدر من خلالها ان انا احسب الريفليكشن كوفيشنت والستاندنج ويف ريشيو والزد انبوت وكل البارامتر اللي بتخص الترانسميشن ايه لاين، واكد عليها لوسلس ترانسميشن لاين. يعني انا مش بشتغل على اي نوع من انواع الترانسميشن لاين الاربعه اللي احنا خدناهم، اللي هم اللوسي واللوسلس والديستورشن لوس والكلام ده كله، لا احنا بنشتغل على اللوسلس فقط. تمام كده؟ يبقى في اللوسلس ترانسميشن لاين انا ممكن اجيب البارامتر بطريقتين. الطريقه الاولانيه وهي طريقه الترانسميشن لاين ايكويشنز اللي احنا كنا متعودين عليهم بالمعادلات، نجيب الجاما بالحسابات ونجيب الستاندرد ريشيو بالحسابات ونزيد امبول بالحسابات وكل ده. الطريقه الثانيه ان انا ممكن استخدم سميث تشارت انها نفس البارامتر بتجيبها لي ولكن من الرسم مباشره. يعني يبقى هي السميث تشارت طريقه هجيب بيها البارامترز بتاعتي من الرسم مباشره، على طول على الرسم هقدر اطلع كل البارامترز بتاعتي من على الرسمه بتاعتي اللي انا هرسمها بايدي. لكن في حاله الترانسميشن ايكويشنز اللي احنا خدناها في السكاشن اللي فاتت، المحاضرات اللي فاتت، بنعملها كلها بالحسابات. اتعلمنا قانون الجاما، اتعلمنا قانون الزد انبوت، اتعلمنا قانون الدي ماكسيمم والدي مينيمم، كل ده عملناه بالمعادلات. فتعالى كده سريعا هنعمل ريفيو على المعادلات بتاعه الترانسميشن لاين ايكويشنز اللي بنجيب منها البارامتر، وبعدها هنجيب نفس البارامتر تاني ولكن باستخدام السميث تشارت. طيب نبدا كده مع بعض. لو انا شغال في الترانسميشن لاين ايكويشن، شغال عادي الشغل القديم بتاعنا اللي هو السكاشن اللي فات، كنا بنعمل ايه؟ كنت بقول لك ادي السورس بتاعي اهو اللي هو الاسود، وبالنسبه لي ده اللود اهو اللي هو الزد ال، وعندي ترانسميشن لاين في النص بيربط ما بين السورس واللود، ليه كاركترستيك امبيدنس اسمها زد نود، بتتنقل الويف بتاعتي من خلالها من السورس للود. فبالتالي انا عندي الويف هنا بنسميها ستاندنج ويف، يعني عباره عن اثنين مع بعض. الاولانيه اللي هي الترانسميتر اللي هي الترانسميتنج ويف اللي هي بتمشي من السورس للود، والثانيه اللي هي الريفلكتنج ويف وهي بتمشي من اللود للايه؟ للسورس. علشان كده عرفنا اثنين دايركشن، واحد كان اسمه زد اهو الاولانيه اللي ماشيه من السورس للود، والثاني كان اسمه دي اللي هو الفيكتور دي اللي هو ده الاتجاه المتجه اللي اسمه دي، وده لو انا ماشي من الايه؟ من اللود للسورس. يبقى لو الموجه بتاعتي ماشيه كده، لو الموجه بتاعتي ماشيه كده هتمشي من السورس للود، يبقى هي ماشيه في اتجاه الزد. طب لو هي ماشيه في اتجاه من اللود للزد للسورس، يبقى هي ماشيه في اتجاه الدي. قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا لو انا واقف عند اللود فالزد بتساوي ال لكن الدي بصفر، لكن لو انا واقف عند السورس كانت لسه الزد بصفر لكن اصبحت الدي بايه؟ ب ال. تمام؟ فانا كاتبه لك هنا بقول لك اهو الدي هي البعد من اللود، الزد هي البعد من السورس. اذا لو انت بتتكلم على دي فانا ماشي من اللود رايح يا من السورس، انا عمال اكد عليها عشان استفاد بيها النهارده في السمنت. ولو انا بتكلم على زد يبقى انا ماشي من السورس رايح ومتجه يا من ايه؟ يا من اللود. طيب عاوزين نجيب البارامترز بتاعتنا. اول حاجه الجاما ال كان بيساوي ايه؟ بيساوي زد ال ناقص زد نوت على زد ال زائد زد نوت. وخلي بالك ان انت عندك الزد ال والزد نوت ممكن يبقى كومبلكس، علشان كده كتبنا الجاما ال ده على الصوره البولر مقدار وفيس. تمام؟ ده الجاما عند اللود، الريفليكشن كوفيشنت اللي بيحصل عند اللود، يعني لما دي تكون بتساوي ال. طب لو انا بقول انا عاوز الريفليكشن كوفيشنت على اي حته على طول الترانسميشن لاين، قلنا هو نفس القانون ده بالظبط، بس هنطرح منها 2 بيتا دي. وخلي بالك ان دي البعد من اللود، وقلنا الكلام ده قبل كده. يعني انا واقف عند اللود، ركزوا معايا في اللي انا بقوله ده، واقف عند اللود وهبعد عنه مسافه دي، يبقى انا بتحرك من اللود رايح للايه؟ للسورس. تمام كده؟ قلنا كمان بص كده معايا من المعادله دي، لو انا مثلا كان معايا الزد نوت والجاما وعاوز الزد ال،
من المعادله دي هفكها، هخلي الزد ال لوحدها الطرف، فالزد ال هتساوي زد نوت في 1 زائد الجاما على 1 مثلا، هي الجاما اللي هي بتساوي ار زائد جي اكس، جزء ريال وجزء ايماجينري. الكلام ده لو انا معايا الجاما ومحتاجه اجيب الزد نوت. اخر حاجه يا شباب، لو انا محتاجه اجيب الواي ال اللي هي الادمتنس، دي بالنسبه لي اسمها الامبيدنس اللي هي الزد. طب ما انا عارف ان الادمتنس واي بتساوي 1 على زد، فلو انا صوت فصل من عندنا بس ولا من عندكم؟ ما في صوت. مش مدرسة، احنا مش سامعين حاجة. لو انت سمعنا احنا مش سامعين حاجة. تقريبا انت فصل عندنا ان الماوس ويت، اصلا حركة الماوس ويت غالبا فصل. ماشي، بدأت تشوف. كان سامعين كده بشمس. كده تمام يا باشمهندس. هو انا مش عارف في حاجه في النت على فكره، مشكله، مش مشكله في النت، انا كام يوم كده الموضوع مش تمام. حضرتك شغال على واي فاي صح ولا شغاله اورنج؟ واي فاي بس اورنج، يعني الشريحه نفسها اورنج، الشريحه بتاع الراوتر اورنج، بس المفروض ان هو شبكته كويسه، بس مش عارفه في ايه. انا شغال برضو على الفورجي، حاول تغير بس التشانلز بتاع الواي فاي. طب بس عرفوني اول ما يفصل، بس بعمل لوج اوت واخش تاني، عرفوني اول ما يفصل بس وانا هعمل تمام. تمام، سامعني كويس؟ سامعني. انتوا وصلتوا معايا لحد فين؟ وصلتوا معايا لحد فين؟ لغايه ما وصلنا للواي ال. تمام، ما فيش حاجه فاتت. انا الواي ال لو انا معايا الزد ال في الحسابات انا هعكسها، اقوم جايب الواي ال بواحد على زد ال. طيب كده جبنا الجاما وجبنا الواي ال، ممكن كمان نجيب الزد انبوت اهي. الزد انبوت كانت بتساوي هو قانون واحد اللي احنا عارفينه، زد نوت في زد ال زائد جي زد نوت تان بيتا ال على زد نوت زائد جي زد ال في تان بيتا ال. القانون ده احنا قلنا عليه بنعوض تعويض مباشر، بس بنخلي بالنا بس ان البيتا ال دي بحولها لديجري بس، مفيش حاجه تانية. وقلنا ان دي حالات خاصه، لو في حاله بقى ان انا عملت شورت سيركت واوبن سيركت وخدنا الحالات الخاصه بتاعته، لان كده ملخصها كام قانون تحت بعض. تمام، الكلام ده لو بالحسابات. طيب نكمل مع بعض. قلنا كمان في حاجه اسمها الدي ماكسيمم والدي مينيمم، انا مش شرحتهاش في السكشن، ولكن المفروض ان انا عارف ان الموجه اللي ماشيه ما بين السورس واللود سميناها ستاندنج ويف، يعني بالنسبه لي بتبان كانها واقفه، ماكسيمم مينيمم ماكسيمم مينيمم ماكسيمم مينيمم بالشكل ده. فبالتالي لو اللود بتاعي هنا انا عاوز اعرف مش في ماكسيمم كتير بتحصل هنا، فدي ماكسيمم هي اماكن الماكسيمم اللي بتحصل للويف من بعد اللود. يعني لو انا واقف عند اللود هنا، الموجه بتاعتي كل شويه بيحصل لها ماكسيمم اهي، ده ماكسيمم 1 ودي ماكسيمم 2 ودي ماكسيمم 3 ودي ماكسيمم 4 لحد ما اوصل لايه؟ للسورس. فانا بقول الحاجه اسمها الدي 1 ماكسيمم او الدي ماكسيمم، فلو قال لي دي ماكسيمم مسكت يبقى يقصد بها الدي 1، هي عباره عن اول ماكسيمم بتحصل بعد اللود. يا ترى بتحصل على ديستانس قد ايه؟ يعني المسافه دي من اللود قد ايه؟ هي دي الدي ماكسيمم. طب والدي مينيمم؟ هي عباره عن اول مينيمم بتحصل بعد اللود، هفترض ان اللود بتاعي هنا، فاول ماكسيمم اهي واول مينيمم اهي، ممكن اللود بتاعي يبقى هنا خلاص، يبقى ساعتها اول ماكسيمم هي دي واول مينيمم هي دي اللي بعدها على طول. يبقى دي مينيمم بتاعتي هي عباره عن اول مينيمم بتحصل بعد اللود. يا ترى دي مينيمم، يعني يا ترى الكلام ده بيحصل على ديستانس قد ايه؟ بنسميها دي بتاع الفولتج مينيمم، دي مينيمم. طب انا بحسبها ازاي؟ اخدت القانون بتاعها في المحاضره اهو، دي ماكسيمم لقانون بنعوض بيه تعويض مباشر. طب والدي مينيمم اجيبها ازاي؟ ما هو خلي بالك من المسافه من الدي مينيمم للدي مينيمم لمضة على 2، ومن الدي ماكسيمم للدي ماكسيمم لمضة على 2، اللي هي البيريود كلها على بعضها، الويف كلها على بعضها. طب لو انا جبت الدي ماكسيمم عاوز اجيب الدي مينيمم، ده يبقى نص الويف بتاعتي، نص طول الموجي. فيبقى ساعتها لو من هنا لهنا
من ماكس ما من الماكس لامدا على 2 يبقى المسافه ما بين الماكس والمينيمم لامدا على 4. فانا لو جبت واحده هعرف اجيب الثانيه ان انا ازود عليها لامدا على ايه؟ على 4. فاحنا كان عندنا قانون للدي ماكسيمم، ولما اجيب الدي ماكسيمم هزود عليها لامدا على 4 يبقى انا كده جبت الدي مينيمم. كل ده بالحسابات تعويض مباشر، يعني لو انت بتجيب اللامدا وبتديني كده هعوض تعويض مباشر. وخلي بالك انا كاتبه ان بواحد اهي، ده معناه ان دي اول ماكسيمم، لان طبعا هي مش ماكسيمم واحده اللي بتحصل، انت كل شويه بيحصل عندك ايه دي ماكسيمم، كل شويه بيحصل عندي دي مينيمم. يا اما اقول دي واحد ماكسيمم، يا اما لما بقول دي ماكسيمم فهي معروفه كده باي ديفولت ان ان بواحد. خلاص يبقى احنا كده فهمنا السيكونس. لو انا شغال ترانسميشن لاين ايكويشن بجيب الجاما ازاي، اجيب الزد انبوت ازاي، اجيب الواي ال، الواي ال اللي هي واحد على الزد ال اجيبها ازاي، اخر حاجه دي ماكسيمم ودي مينيمم. تعالى بقى نعيد كل ده تاني، ولكن عايزين نجيبها باستخدام سميث شارت، عايزين نجيب كل البارامتر دي باستخدام سميث تشارت. طيب الارقام هنا يا شباب، لما بجيب الواي ان بتطلع مثلا وليكن 50 زائد جي 40، لما اجي اجيب الزد انبوت كان ممكن تبقى 70 او 100 زائد جي 50 مثلا. الدي ماكسيمم ارقام كبيره، الدي مينيمم ارقام كبيره، لما اجي اجيب الجاما لها ارقام كبيره. انا دلوقتي عاوز ارسم جوه خريطه اسمها سميث تشارت، فعلشان الخريطه بتاعتي صغيره فالارقام بتاعتي كمان بنعمل لها حاجه اسمها normalization. كلمة normalization يعني بعمل لها معايرة، بصغرها شوية، بعمل لها normalize. يعني بدل ما الأرقام بتاعتي 100 فأنا ممكن أقسمها على رقم أنا عارفه، بالتالي بدل ما أقول 100 ممكن أقول مثلا 3. فبالتالي التلاتة دي بالنسبة لي سهلة إن أنا أتعامل معاها، وسهل إن أنا أحطها جوه الإيه؟ السميث تشارت بتاعتي. فعلشان كده يا شباب بنقول إيه؟ إن كل، خلي بالك من الحتة دي، الأرقام اللي أنت بتطلعها بالحسابات مش هي هي الارقام اللي بتطلعها بسميث تشارت، لان جوه سميث تشارت معمول لها نورماليزيشن. بعد كده بنفك النورماليزيشن تبقى هي هي الارقام بتاع الحسابات زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى كل الارقام والبارامترز اللي هتطلع معايا في سميث تشارت قبل ما ابداها كده لازم ابقى عارف انها معمول لها حاجه اسمها ايه، نورماليزيشن. بمعنى ايه يا شباب؟ ان الزد ال داش هنسميها ايه؟ بص طالما شفت داش دي يبقى هي النورماليزيشن مقصود بها ايه؟ النورماليزد زد ال. بمعنى هجيب الزد ال اقسمها على الزد نوت. انا النورماليزد هنا بالنسبه لي هو الزد نوت، هو اللي هقسم الكل عليه. الرقم اللي تحت ده يا شباب اي حاجه انت عاوزها، المهم ان احنا كلنا نبقى متفقين عليها. هنا في سميث تشارت اتفقوا ان الرقم اللي هعمل بيه النورماليزيشن هو الزد نوت. في اماكن ثانيه قدام شويه هنشتغل قدام شويه عادي الرقم ده بيتغير، مش لازم يبقى هو الزد نوت. تمام، يبقى الزد ال نورماليزد هي الزد ال الاصليه هقسمها على الزد نوت. فانت بدل ما كنت بتتكلم مثلا على 100 اصبحت تتكلم على 2 مثلا. فالرقم ده سهل ان انا ادخله جوه السميث تشارت وسهل ان انا اتعامل معاه. طب لو انا بعد ما خلصت المساله بسميث تشارت عاوز اجيب الزد ال الاصليه اعمل ايه؟ الرقم اللي طلع معايا ده هضربه بزد نوت اطلع الزد ال الاصليه. بصوا كده معايا، كل الارقام اللي هجيبها من الرسم زي الجاما ال والستاندنج ويف ريشيو والزد انبوت كلهم نورمالايز. طب لو انا عاوز الرقم الاصلي اضربه في زد نوت علشان اجيب القيمه الفعليه، انا عامله لك مثال هنا اهو، الزد انبوت نورمالايز اللي انت هتطلعها من على الرسم بتاع سميث تشارت بتساوي الزد انبوت الفعليه على الزد نوت. طب انا من سميث تشارت هجيب دي اضربها بزد نوت علشان اجيب الزد انبوت الفعليه. علشان كده ما ينفعش اجيب الارقام اللي طالعه من سميث تشارت اقارنها دايركت بالارقام بتاعت المعادلات، لا انا لازم الاول اضربها في زد نوت وبعدين اشوفهم هم ولا لا. وصل اللي انا عايز اقوله يا شباب؟ عشان انا مش هقف عندها تاني، حته النورماليزيشن ديت هتلاقيني بعديها. حد عنده مشكله في الكلام اللي انا بقوله ده؟ لحد هنا تمام؟ طيب نكمل. يبقى احنا اول خطوه بنعملها يا شباب، اول حاجه بنعملها بنعمل نورماليز للارقام اللي هو مديها لي زي الزد ال دي. تعالى بعد كده بقى نشوف سميث تشارت عملوها ازاي. سميث تشارت دي حاول اقلب البتاع شويه، عملوها ازاي سميث تشارت يا شباب؟ قال لك ايه؟ هما بس قالوا لي ان انا هعمل، الدكتور بس في المحاضره شرح الطريقه اللي اترسم بيها سميث تشارت. يعني قال لي ان الار ديت، عشان عموما اي قيمه عندي الزد بتاعتي بتساوي ار زائد جي اكس، فقال لي ان انا عندي اي زد في الدنيا هي عباره عن تقاطع حاجتين الار والاكس. من هالكو تاني كده بشكل اوضح اهي، زد ال او اي امبيدنس في الدنيا عباره عن جزء ريال وجزء ايماجينري، فهو رسم دوائر لجزء الريال تخص الجزء الريال اللي هي ار.
ويفهم زوايا الثانيه تخص الجزء الايماجينال. وبالتالي لو انا عاوز اوقع النقطه اللي اسمها زد ال على الرسم فهي تقاطع الجزء الريال مع الايماجينال، زي بالظبط لما اقول لك وقع لي النقطه اكس وواي بتاعتي بتساوي 2 و3 على الاحداثيات الكارتيزيه، فانت بتعمل ايه؟ بتقوم رايح تشوف الاكس ب2 فين والواي ب3 فين، وتقول لي هي دي النقطه اللي عندها اكس ب2 وواي ب3. فنفس الكلام هنا بالظبط، انا هقول لك وقع لي الزد ديت في السميث شارت، فانا هقول له هي النقطه اللي عندها ار بكذا واكس بكذا، التقاطع بتاعهم هو ده النقطه. نفس الكلام بالظبط لما اقول لك وقع لي امبيدنس على سميث شارت زي ما بقول لك وقع لي نقطه على الاحداثيات الكارتيزيه. مع بعض دي بالنسبه لي هي سميث شارت يا شباب، هلاقيها عامله ازاي؟ انا بس رسمها رسم كروكي هنا اشرح عليه بس مش اكتر. هتلاقيها كده دايره كبيره قوي كده، دايره كبيره كده من فوق، وبعد كده هلاقي بقى ايه؟ لما اجي اقف عند الحته دي كده هلاقي في دوائر طالعه منها بالشكل ده، 1 2 3، بصوا كده معايا، 4 5، يعني في دوائر كامله بتمس النقطه دي بالنسبه لي هي الملف بتاعي لحد اخر دايره اللي هي الكبيره دي. دي بالنسبه لي تمثل الار، وهي عباره عن دوائر كامله. دي بالنسبه لي تمثل الار وهي عباره عن دوائر كامله. تمام، فين بقى يا شباب كده ركزوا معايا؟ في دايره مهمه اسمها دايره اليونيتي، هلاقيها كده اهي بتمس نقطه الاصل بتاعت اللي انا عندي السميث شارت. على فكره مش مقسومه كده اربع ارباع زمان عني، لكن انا بوضح لك ان في نقطه في النص هنا اسمها الزيرو وهي الاوريجن. ففي دايره ما بين الاوريجن وبين الحدود بتاعتي هنا بنسميها دايره اليونيتي سيركل. دايره اليونيتي سيركل يعني عندها الار واحد، جواها الار اكبر من الواحد. انا مش عارفه انا ليه عاملاها غلط، بالعكس جواها دي غلط دي غلط. جوه الاوريجن هنا هلاقي الار بتاعتي بتزيد، جوه اليونيتي الار بتاعتي بتزيد، لان هو لما جه رسمها قال لك كده الار بتاعتي رقم، بعد كده الار الثانيه هلاقي الرقم قل، هلاقي الرقم زاد، هلاقي الرقم زاد، لما جيت ارسم الار الثالثه هلاقي الرقم زاد، لحد ما رسمت الار بتاعتي بقت بواحد. بعد كده لما جيت ارسم جواها لقيت الار ب2، الار ب3، الار ب4، الار ب5، لحد ما وصلت للنقطه دي عندها الار ما لا نهايه. يبقى الدايره دي بالنسبه لي هي دايره الار، جواها الار اكبر من الواحد، براها الار اصغر من الواحد. خلي بالك ان الكلمه دي مكتوبه غلط. طب ليه الكلام ده؟ انا بقوله لك علشان انت لما تيجي تستعمل سميث شارت ما تقعدش تدور، انا هبص على اليونيتي وبعدين ادور يا جواها يا براها، مش هقعد اقرا كل الارات اللي مكتوبه هنا. ابقى عارف كده ان جوه اليونيتي الار كبيره، هلاقي 2 3 4 5 هنا جوه اليونيتي، بره اليونيتي هلاقي الار بتاعتي صغيره، نص ربع وهكذا. تمام، الار هي عباره عن دوائر كامله اهي اللي هي دي. طب الجي اللي هو البوكس، الجزء الكومبلكس بتاعي، الجزء الكومبلكس بتاعي هلاقيه فين؟ الار الجي بالنسبه لي او الاكس بالنسبه لي هي عباره عن انصاف دوائر، لان مركزها زي ما الدكتور عملها لكم كده كان على المحور ده هنا كده، مركزها كان هنا كده، فلما تيجي ترسم الدايره بتاعتي هلاقيها بتلف حوالين النقطه دي. فبالنسبه لسميث شارت الاكس بتاعتي هي عباره عن انصاف دوائر، بس في شويه انصاف دوائر من فوق وفي شويه انصاف دوائر من تحت، وده منطقي لان الاكس بتاعتي ممكن تكون ملف وممكن تكون مكثف، يعني ممكن تكون موجبه وممكن تكون سالبه. فبالتالي هتلاقي الجزء اللي فوق ده يا شباب الجي موجب اللي هو الاكس بتاعتي موجبه، والجزء اللي تحت ده الاكس بتاعتي سالبه. طب فين الاكس بصفر؟ فين الاكس بصفر يا شباب؟ انا بتكلم على الخطوط الخضراء دي اهي، دي الاكس موجبه وهنا الانصاف الدوائر اللي تحت دي الاكس سالبه. فين الاكس بصفر؟ ها كده الخط اللي في النص، بالظبط كده. يبقى ده هو بالنسبه لي الاكس بصفر، يعني هو عباره عن جزء ريال فقط، ده طبيعي انت واقف على الكيرف بتاع القرفه الاكس بصفر. فالامبيدنس بتاعتي زي بالظبط لما اجي اقول لك اكس وواي، محور اكس ومحور واي، هو انا لما اكون واقف على محور اكس ده معناه ان الواي بصفر؟ نفس الكلام هنا بالظبط. دي بالنسبه لي الاكسات وده بالنسبه للاراضي. لما اكون واقف على المحور بتاع ار فده معناه ان الاكس بصفر. نفس الكلام لو انا واقف هنا فده، وهكذا. يبقى انا لما اكون واقف هنا يا شباب الاكس بتاعتي بصفر، فوق الاكس موجبه، تحت الاكس سالبه. طب بتقولي لي كده ليه يا باشمهندسه؟ ما الارقام مكتوبه اصلا على سميث شارت، عشان لما ادور لما اقول لك الاكس موجب 1 2 من 10 يبقى انا على طول ادور هنا في الحته اللي فوق دي، فين موجب 1 2 من 10؟
لما اقول لك الاكس بتاعتي بسالب 1.2 يبقى انا انزل تحت على طول ادور على السالب 1.2، ما اقعدش ادور فوق وتحت. خلاص يبقى انت تبقى عارف ان الموجه فوق والسالب تحت والتحت والصفر هنا. والاراد بتاعتي عندي دايره اسمها دايره اليونتي، والدايره دي مهمه هعرفها جواها الار اكبر من الواحد، براها الار اصغر من الواحد، عكس المخ هو الطبيعي ان المفروض تبقى جوه اكبر تبقى جوه اصغر من الواحد. لا انا بس ابتدي كتبتها هنا غلط، عشان كده الار جوه اكبر من الواحد. بص كده على سميث تشارت هتلاقي هنا ار بواحد، ار باثنين، ار بثلاثه، وهكذا بتزيد لحد ما توصل عند دي. بالنسبه للدايره الصغيره دي ار بما لا نهايه. تمام، يبقى انا كده عرفت سميث تشارت بصفه عامه شكلها عامل ازاي. تمام اهو بصوا كده معايا زي ما انا كاتبه كده، الار دي بالنسبه لي هي دوائر كامله، والاكس بالنسبه لي هي نصف دوائر، فوق موجبه وتحت ايه؟ وتحت سالبه. الكلام ده انا كنت عملته السنه اللي فاتت، كان بيفرق معاهم قوي التفاصيل دي لانهم كانوا بيحلوا مسائل ثانيه. طيب في حاجه كمان عايزين نعرفها، لو انا عاوز اوقع نقطه على الرسم هعمل ايه؟ شوف كده معايا، احنا هنعمل الكلام ده دلوقتي بايدينا. لو انا بقول لك ار ب 2 واكس ب 3، ار ب 2 يعني ممكن اقول لك ان الزد بتاعتي بتساوي 2 زائد جي 3، فانا هعمل ايه؟ الار ب 2 اهي، الدايره دي هي الار ب 2 اهي، شايفينها دي؟ اقف عليها كده. الاكس ب 3، 3 موجب ولا سالب؟ لا موجب، بدور فوق. لو ليكن ده اكس ب 3 اللي هو الخط ده، ودي ار ب 2، التقاطع بتاعي اهو يا شباب، هي دي بالنسبه لي تمثل الزد اكس. خلاص؟ يبقى كاني بوقع نقطه في الاحداثات الكارتيزيه بالظبط، بشوف تقاطع الار مع الاكس، يبقى هو ده بالنسبه لي هو الزد. تمام كده يا شباب؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ احنا هنحل مساله دلوقتي، دي مساله المحاضره. حد عنده مشكله يا شباب في اللي انا قلته ده؟ تمام. ركزوا بقى معايا كده على الرسمه دي، دي مساله المحاضره اهي. باشمهندسة؟ ايوه ممكن معلش تعيدها تاني عشان حاولت افهمها ما فهمتش، اللي هي الاسقاطات. انا طيب انا دلوقتي لما بقول لك اعمل لي اسقاط لواي واكس ب 2 و 3، اكس واي نقطه اسمها 2 و 3 في الاحداثات الكارتيزيه، بتعمل ايه؟ بسقطها على نقطه اكس 2 وواي 3. بالظبط، بتروح تشوف الاكس ب 2 فين وتقوم طالع بخط كده لحد ما تطلع واي ب 3، صح؟ تمام. احنا عايزين نعمل الكلام ده هنا برضه، فنعمل ايه؟ لما اقول لك اسقط لي الزد دي ال ب 5 زائد جي 4، 5 زائد جي ايه؟ 4، هعمل ايه؟ مش المفروض ادور على الار اللي ب 5 والجي اللي ب 4 ويبقى التقاطع مع بعض هي الزد دي ال؟ صح ولا ايه؟ تمام وصل. تمام، يبقى انا هدور على الدايره اللي الار ب 5 وادور على انا قلت لك 5 يبقى انا عارف انها جوه اليونتي دي، يبقى ماشي كده. وادور على الجي اللي ب 4 اهو، وليكن دي الدايره اللي فيها ار ب 5 ودي الدايره اللي فيها ار ب 4، التقاطع بالنسبه لي اهو النقطه اللي انا حاطه عليها الهاند دي، هي دي بالنسبه لي تبقى الزد ال. انا كده وقعت النقطه على الرسم. وصلت يا شباب؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. يعني مثلا هنا الزد ال بتاعتي نورمالايز، خلي بالك اهي نورمالايز اللي انا هلاقيها في الحقيقه 100 وحاجه، فالنورماليزيشن بتاعها بيساوي 2 زائد جي 1.2 مثلا. فاعمل الكلام ده ازاي؟ بصوا كده معايا يا شباب، شايفين هنا انا مع السميث شارت ما عندهاش اوريجين، انا اللي بشوفه هلاقي النقطه دي كده معمول عليها او مدوره كده فاضيه اهي، فده بالنسبه لي هو الاوريجين. بصوا كده بقى معايا، شايفين الدايره دي؟ اهي دي دايره اليونتي اهي، دي الدايره اللي فيها ار بواحد اهي، انا ماشيه عليها اهي، دي الدايره اللي فيها ار بواحد، هتلاقي حتى مكتوب هنا اهو واحد. لما اخش جوه الاقي 1 و2، 1 و4، 2، 2 وشويه اهي، الار والار ب 3، الار ب 4، الار ب 5، اهي الار عماله تزيد لحد ما اوصل للنقطه دي اللي فيها الار بتاعتي بما لا نهايه. هسمي النقطه دي يا شباب او، اللي هي الاوريجن هسميها او، والنقطه دي هسميها او داش، لان دي نقط مميزه عندي عدم، يبقى هسمي النقطه دي اسمها او والنقطه دي هسميها او داش. طيب تعالى اطلع بره اليونتي كده، دايره اليونتي دي لك تشوفها كويس اهي، ار بواحد اهي، اطلع براها كده هتلاقي الار بتاعتي 9 من 10، 8 من 10، 7 من 10، اقرب شويه اهي، 1 9 8 من 10، 7 من 10، 6 من 10، يبقى انا كده على طول عارف. لو انت بتدوري على ار كبيره هدور هنا، لو بتدوري على ار صغير هدور هنا.
طيب الاكسس هتلاقي الاكسس بتاعتك مكتوبه هنا جوه، شايفين الرقم اللي جوه ده اللي جوه سميت الشارت نفسه اهي، دي اكس ب2 دي اكس ب1.8 1.6 1.4 1.2 وهكذا. دي بالنسبه لي هي اكس انصاف دوائر اهي يا شباب اهي، حطوا الكلام ده في المحاضره يعني اهي، دي كلها انصاف دوائر. فهو قال لي 2 زائد جي 1.2 من 10، فانا دورت على الار بي، دورت على الار بي 2. طيب نبص كده مع بعض، دورت على الار بي 2 اهي يا شباب، ودورت على ال 1.2 من 10 اهو، الخط ده 1.2 من 10 اهو، بصوا كده نازل معايا اهو اهو، لقيت قطع الار بي 2 في النقطه دي، هسميها الزد ال داش، هي دي النقطه اللي انا بسقطها هنا في الاحداثات بتاعتي، هي النقطه دي اللي هسميها ايه؟ عشان دي برضه نقطه مميزه بالنسبه لي. لحد هنا حد عنده مشكله؟ نكمل بقى على طول. بنعمل ايه؟ اول حاجه اعملها الزد ال داش بتاعتي دي اوقعها على الرسم زي ما عملنا ار زائد جي اكس، يبقى الاول حاجه هعملها ده اللي هو مدهاني وليكن 100 زائد جي 50 مثلا، فانا هعمل ايه؟ هقسمها على الزد نوت واطلع الرقم بتاعي نورمالايز، اروح على الرسم اوقعها وارسم حاجه اسمها دايره الستاندنج ويف ريشيو. دايره الستاندنج ويف ريشيو هي عباره عن دايره مركزها هو النقطه او ونصف قطرها هو الزد ال داش. بص كده معايا، انا حاليا عارف ان النقطه دي بالنسبه لي هي او والنقطه دي بالنسبه لي هي او داش، والزد ال بتاعتي هنا نقطه. هقوم ماسك البرجل واقف هنا في السنتر ده في النقطه اللي اسمها او، وفتح البرجل دايره نصف قطرها الزد ال داش، وراسم الدايره الحمراء دي بالبرجل، نص قطرها الاو، معلش اسف، مركزها الاو ونصف قطرها ايه اللي هو الاو ايه ده، افتح البرجل من النقطه دي اللي انا فيها لحد نقطه الزد ال وارسم الدايره بتاعتي. الدايره دي بنسميها دايره الستاندنج ويف ريشيو. ليه بنسميها كده؟ لان الستاندنج ويف بتبقى ثابته عليها زي ما هنشوف بعد شويه، الرقم بتاع الستاندنج ويف هلاقيه ثابت طول ما انا واقف عليه، او بسميها دايره الجاما لان الجاما برضو بتبقى ثابته طول ما انا واقف عليه، فدي بنسميها دايره الستاندنج ويف ايه ريشيو. تمام كده يا شباب؟ فانا هرسم دايره الستاندنج ويف ايه ريشيو. طيب لحد هنا خلاص احنا هنكمل في المساله عادي مع بعض. انا بس قبل ما اروح للمساله عاوز اعرف حاجه كده، بيقول لي ايه السميث شارت دي؟ بالنسبه لي هي عباره عن بولر بلس بلس، يعني عباره عن برسم حاجه مقدار وزاويه. فلو انا كنت شغال في ترانسميشن لاين ايكويشن، لما كنت بتحرك من الجنريتور لللود كان اسمها زد، ولو انا من اللود للجنريتور اسمها دي. طب ايه اللي بيناظرها هنا؟ انا حاليا على سميث شارت، هعرف ازاي اذا كنت بتحول من بتحرك من الجنريتور للود ولا من اللود للجنريتور؟ هعرف ازاي ان انا ماشي في زد ولا في دي؟ بصوا كده معايا، سميث شارت بالنسبه لي هي دوائر بالشكل ده. لو انا واقف عند الزد ان اللي هي اللود، انا حاليا واقف عند اللود، عاوز اروح يم الجنريتور يعني اتحرك في اتجاه الدي، امشي كلوك وايز. لو انا واقف عند اللود اهي يا شباب، بصوا كده معايا، لو انا واقف عند اللود فانا قدامي تو اوبشن، يا اما امشي مع عقارب الساعه اللي هي كلوك وايز دي مع عقارب الساعه اهي، يا اما امشي عكس عقارب الساعه اللي هي كاونتر كلوك وايز، ان انا امشي عكس عقارب الساعه. زي ما انت هنا بالظبط عندك اوبشنز ان انا امشي في اتجاه اللود او في اتجاه السورس، عندي برضو هنا تو اوبشن، يا اما ان انا اكمل في اتجاه عقارب الساعه يا اكمل في عكس عقارب الساعه. لو انا واقف عند الزد ال داش، لو انا مشيت في اتجاه عقارب الساعه فانت كده بتبعد عن اللود، يعني انت رايح يم الايه؟ الجنريتور اهي. تاني لو انا مشيت من عند الزد ال داش، لو انا واقف عندها ومشيت مع عقارب الساعه يبقى انا كده ببعد عن اللود، يبقى انا كده متجه يم الجنريتور، يبقى ده معناها كلوك وايز معناها توورد جنريتور اللي هي الدي اللي احنا قلنا عليها، رايح يم الجنريتور يبقى الدي. طب لو انا واقف عند الزد ال داش ومشيت كاونتر كلوك وايز، يعني مشيت عكس عقارب الساعه، لو ركزت كده معايا هتلاقي نفسك بتقرب للدود مع الوقت. يعني لو المفروض كده بالنسبه لي انا بقرب للدود، او بالنسبه لي انا متجه يم اللود، دي بنسميها زد. خلاص كده يا شباب؟ طيب انا في المساله هحتاج دي ولا دي؟ احنا قلنا في الجاما هي بتبقى في الدي، والدي هو البعد من اللود في القوانين بتاعت الترانسميشن لاين اللي بالحسابات. واحنا كنا بنعرف حاجه اسمها الدي 2 بيتا دي اللي موجوده في الجاما، وقلت لك الدي هو البعد من اللود، فاحنا شغلنا كان على الدي. يبقى انا لو واقف عند الزد ال يا شباب، همشي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟
انا المفروض امشي كده، المفروض امشي كده ابعد عن الدود علشان احسب الدي بتاعتي. ده الكلام ده واحنا هناك في الحسابات. طب لو انا هنا موجود في سميث تشارت، امشي مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ مع عقارب الساعه. بالظبط كده، يبقى انا همشي مع عقارب الساعه علشان احسب الديستنس بتاعتي اللي هو البعد من الدود بتاعي بكام. تمام، الحاجات دي كلها انا بقولها علشان وانا بحل المساله ما تاخدش معايا وقت. طيب نكمل مع بعض كده. بيقول على فكره النوتس دي لها دكتور كاتبها في المحاضره على هيئه نقط كده، انا بس مترجمها عربي. هي هي بالضبط مكتوبه في المحاضره. طيب ثاني حاجه بقول لي ايه، ما تنساش ان كل الامبيدنس اللي موجوده في السميث شارت معمول لها نورماليزيشن. يعني لو انت جبت الزد انبوت من السميث شارت ما تنساش بعد كده تبقى تضربها في الزد نوت علشان تجيب الزد انبوت الفعليه. خلاص، يبقى من السميث شارت، فروم السميث شارت احنا هنجيب الزد انبوت نورماليز. طب لو انا عاوز الزد انبوت الفعليه هضربها في الزد نوت، هلاقيها نفس الرقم اللي طالع معايا بالحسابات. طيب اخر حاجه يا شباب، بصوا كده معايا، لو زدت مثل شرط بتاعتي اللي هي الدايره الكبيره دي، فاحنا قلنا من شويه ان النقطه دي عندها ارض ما لا نهايه والاكس ما لا نهايه، فعند النقطه دي يا شباب البي بتاعتي تبقى ماكسيمم. بص ركز معايا، طالما الار كبيره قوي يبقى البي كبيره قوي، يبقى البي ماكسيمم، والتيار عكس الجهد يبقى الحته دي اسمها اي مينيمم. الجهه الثانيه يا شباب لسه قايلين من شويه ان الاكس بصفر، الحته دي معناها ان الاكس بصفر والار كمان بصفر. فلما تكون الار بصفر والاكس بصفر معناها ان الار بتاعتي، عارف يعني ايه الار بصفر والاكس بصفر؟ يعني المقاومه بتاعتي شورت سيركت، يعني البي بتاعتي مينيمم، بالتالي الاي بتاعي هيبقى عكسه ماكسيمم. فانت دايما خليك فاكر النقطه دي بنسميها اوبن سيركت، اوبن سيركت لان الار بتاعتي ما لا نهايه يعني اوبن سيركت، والنقطه دي بنسميها شورت سيركت. النقطه دي عندها الفي ماكسيمم والاي مينيمم، النقطه دي عندها الفي مينيمم والفي ماكسيمم. اخر ملاحظه معايا، احنا رسمنا دايره الستاندنج ويف ريشيو من شويه، رسمناها مع بعض اللي هي دي، اللي هي عباره عن مركزها نقطه الاو ونص قطرها زد ال داش. طب لو انا عاوز الواي ال داش، ما احنا في الحسابات كنا بنقلب، كنا بنقول واي ال هتساوي 1 على الزد ال. انا حاليا عاوز الواي ال اجيبها منين؟ احنا قلت لك هتجيبها من العناصر مباشره. شايف الدايره بتاعتك اللي انت راسمها اللي احنا من شويه رسمناها دايره الستاندنج ويف ريشيو دي، اعكس لي النقطه دي الناحيه الثانيه. ما هي لو الزد هنا يبقى الواي هي مقلوبها، فانا هجيب مسطره واخليها تعدي بالنقطه اللي اسمها زد ال اللي انا واقف عندها ونقطه الاو لحد ما تقطع الدايره الناحيه الثانيه، بعكسها كده بعمل لها مرايه الناحيه الثانيه بس بحيث انها تعدي نقطه الاصل. هي دي الواي ال داش، اقراها شوفها بكام. لان يا شباب لو انا معايا الزد وعاوز الواي، عموما لو انا معايا اي زد وعاوز الواي بعكسها حوالين نقطه الاصل. انا واقف عندها اهو على الدايره، بقوم جايب مسطره تمر بنقطه الاصل كده، واقوم عامل خط من الزد ان داش ونقطه الاصل اللي هي زيرو او الاو لحد ما تقطع الدايره في الجهه الايه؟ الجهه الثانيه المقابله. في الحته دي بالنسبه لي هي الواي ال داش، اعرف اقراها؟ اه، هشوف الار بتاعتها بكام والاكس بكام. على الوضع اللي انا فيه دلوقتي الزد هنا موجبه، الاكس هنا موجبه، هتلاقي الاكس هنا بقت سالب. هقرا الار والاكس بتاعتها، يبقى هي دي الواي ال داش. طب لو عاوز الواي ال، احنا قلنا خلاص بقى نظهر في الايه؟ في الزد نوت. هلاقيها نفس الواي ال اللي انا جبتها لما قلت ان الواي ال بتساوي 1 على الزد ال، هتلاقيها نفس الرقم. يبقى انا اجيبها هنا بالقلب وبعدين ايه اضربها في زد نوت، لان كل الارقام بالنسبه لي معمول لها نورماليزيشن بالزد نوت. هطلع الواي ال. نحل المساله كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ معلش حضرتك، معلش عند ال اكس هنا بتساوي 6 ولا ما لا نهايه؟ لا، اكس ما لا نهايه، ار ما لا نهايه. النقطه دي تمام خلاص، النقطه دي اكس بصفر وار بصفر، هي اوبن سيركت يعني ولا في اكس ولا ار، يعني هما الاثنين مفتوحين، يعني كان عامل ار بتاعتي كبيره قوي ما لا نهايه، يبقى ساعتها البي كبير والاي قليل. خلاص يا شباب نكمل نحل المساله بتاعتنا، طالما احنا فهمنا الكلام ده المساله مش هتاخد معانا وقت. بيقول لي ايه؟ دي المساله بتاع المحاضره وهي اول مساله في شيت 2 في شيت 3. بيقول لي ايه؟ زد ال ب 100 زائد جي 60 وشغال لوسلس ترانسميشن لاين، وطبيعي احنا قلنا ان احنا هنشتغل لوسلس ترانسميشن لاين. الزد نوت ب 50، استخدم سميث شارت اهو، يوز سميث شارت علشان ايه؟ بلوت البوينت اللي اسمها زد ال، حط لي الزد ال على فايند الريفليكشن كوفيشنت والستاندنج ويف ريشيو والحاجات دي كلها.
find the position بتاع ال first voltage maximum اللي هو المكان بتاع اول دي ماكسيمم اللي هو دي ماكسيمم البوزيشن بتاع اول دي ماكسيمم. طبعا عرفت ده انها دي منين؟ قال لي ايه فروم لود البعد البوزيشن بتاعي من اللود اللي هي دي ماكسيمم. دي هي عباره عن البوزيشن من اللود لاول ماكسيمم هتقابلني بعد اللود تمام. وقال لي اللمضه ب 3 متر والان بتاعتي ب 1.1 ايه لمضه. خلي بالك ان في سلسله شرط دايما بيديك الاطوال بتاعتك نسبيه بالنسبه للمضه يعني يقول لك ال 1.1 لمضه. احنا كمان لما نجيب دي هنجيبها بالنسبه للمضه خلاص كده. طيب نكمل. اول حاجه هعملها يا شباب زي ما قلنا اهو زد ال نورمالايز هتساوي زد ال الفعليه على زد نوت. هقسم الرقم ده على 50 طلعت ب 2 زائد جي 1.2 هروح بيها على سميث. طبعا انا عامله الكلام ده في الرسم انا بس بعرفك هنا وانت بتذاكر بس لكن انت المفروض تحط الورقه بتاعت سميث قدامك اهو. دي الاكس اللي فيها 1.2 ودي الار اللي فيها 2 دي ار ب 2 ودي اكس ب 1.2 اتقطعوا في نقطه اسمها الزد ان نورمالايز. اقوم ماسك البرجل من عند نقطه الار وراسم دايره بص قطرها زد ان نورمالايز. الدايره دي بالنسبه لي بسميها الستاندنج ويف سيركل تمام. طيب نكمل. طبعا انا كاتبه الكلام ده بالخطوات. طيب انا حاليا عندي كام نقطه يا شباب؟ عندي نقطه اسمها او واو داش واي اللي انا قلتهم على الرسم من شويه اهي. دي بالنسبه لي هي الاو اللي هي الاورجن والاو داش اللي هي نقطه الاوبن سيركل والاي اللي هي النقطه بتاعت الزد ان داش. لحد دلوقتي احنا عرفنا وقع بقى ازاي رسمت دايره الستاندنج ويف ماشي. تعالى بقى نجيب البارامترز بتاعتنا. نبدا رقم واحد بالجاما. نبدا رقم واحد بالجاما. الجاما كمعيار ما ينفعش اجيب الجاما كومبلكس معيار وزاويه. انا هجيب المعيار لوحده والزاويه لوحدها. فتعالى نشوف الاول الجاما كمعيار بكام. قال لك هنا في سلسله شرط انا عندي ثلاث طرق علشان اقدر اجيب من خلالها معيار الجاما. الاولاني هات المسطره بتاعتك. هات المسطره اسهل الحته دي بالمسطره. شايف الحته دي الاو ايه اسهلي بالمسطره شوفها لي كام سنتي. والاو او داش اسهلي بالمسطره وشوفها لي كام سنتي. يعني حط المسطره بتاعتي كده واقيسها اشوف البعد ده بكام واشوف البعد ده بكام. كده كده لو سنتي على سنتي ولا متر على متر هيروحوا مع بعض. فانا هشوف الاو ايه على الاو او داش دي هشوف البعد ده اللي هو بتاع الزد ال داش بالنسبه للبعد ده اللي هو الاو او داش بكام. هي دي معيار الجاما. دي أول طريقة. أنا أقيس بالمسطرة أو إيه على أو أو داش. تمام. تاني حاجة تقول لي إيه؟ الطريقة الثانية إن أنا من الرسم مباشرة يا شباب بصوا كده معايا على سلسة شرط. أحاول أصغرها شوية. بصوا كده معايا على سلسة أنا عايزاها من تحت. أهي. انا حاليا رسمت الدايره الحمراء دي وقلت لك ان دي اهم دايره معايا لازم ارسمها بلون مميز علشان ابقى طول الوقت عيني لقطها بسرعه. هاجي عند الحته دي يا شباب مش معنى الناحيه ديت علشان الناحيه ديت هي اللي فيها الستاندنج ويف ريشيو والجام. الناحيه الثانيه ما فيهاش كده. فانا هاجي عند النقطه دي بالظبط. هاجي عند النقطه ديت بالمسطره انزل تحت هلاقي ان في هنا خط من الخطوط ديت اول خط بيقيس الستاندنج ويف ريشيو هقراها على طول مباشره. واخر خط هنا شايفين الدكتور عامل عليه نقطه حمراء بيقيس الجاما. يعني انا هقرا الارقام مباشره بتاعت الستاندنج ويف ريشيو والجاما من على الرسم. تعالى كده نشوف هنقراها بكام. كده الارقام واضحه معاكم يا شباب؟ الارقام واضحه معاكم كده؟ معلش الارقام واضحه؟ الحتت دي واضحه؟ ده واضح يا شباب؟ مش عليا. ايوه هفكر ان النت فصل خليكم معايا كده. بصوا كده معايا اهو هقوم نازل بخط مستقيم قاطع الكيرف بتاع الستاندنج ويف اهو. بصوا مكتوب هنا اهو ستاندنج ويف ريشيو ومكتوب هنا الغاما ال اللي هو ريفليكشن كوفيشنت اللي هو رقم واحد ورقم ثلاثه. تلاقي ده حتى مش تلاقي ده متحسن شويه على الاثنين التانيين. خلاص كده يا شباب هقرا هنا هلاقي 2.5 وبعدها 3 يبقى هنا تقريبا 2.8 اللي هو الستاندنج ويف ريشيو.
اجي عند الجاما ال كمعيار هلاقي هنا يا شباب معيار الجاما ال ما بين الاربعة من عشرة وما بين الايه الخمسة من عشرة. يعني ممكن اقول مثلا مثلا ممكن اقول 48% مثلا وهكذا. خلاص كده يا شباب. طبعا الارقام هنا المفروض ان كل واحد من دول بيمثل 1% او 2%، كل واحد من دول بيمثل 2%، وهنا نفس الكلام. خلاص يا شباب، حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا كده اول حاجه عملتها ان انا قيس البعد بالمسطره او 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 ما او ايه على او او ما او داش او ايه على او داش، قيس البعد ده صغير على البعد الكبير ده، يا اما ان انا انزل خط مستقيم واقراه من على الرسم. او يا شباب او ركز معايا كده، شايف دايره الستاندنج جود ريشيو دي؟ شايف دايره الستاندنج جود ريشيو ده اللي هي الدايره الحمراء، اشوف بتتقاطع مع ارض كام من الناحيه دي؟ بصوا كده معايا اهي، شايف الارض اللي انا واقفه عليها دي اللي عندها ارض 4؟ النقطه دي بالنسبه لي بتمثل الستاندنج جود ريشيو، برضه هلاقيها 4 و8 لو ركزت معايا اهي. انا واقف حاليا هنا اهو، هلاقيها 4 و8. ثاني، هي تقاطع دايره الستاندنج ويف ريشيو مع الار اللي جنبها اهي، الار بتاعتي اهي، في دايره هنا ار قطعتها اهي، قطعت الدايره الحمراء. النقطه ديت لو نزلتها وشوف الار بتاعتها بكام، هتلاقي انها 4 و8 اللي هو نفس الرقم بتاع الستاندنج ويف ريشيو اللي انا طلعته من تحت. وساعات اقول الجاما اجيبها من الستاندنج ويف ريشيو بالارقام عادي. وضحت يا شباب؟ واضح اول حاجه معايا اللي هو الجاما والستاندنج ويف ريشيو؟ تمام. طيب احنا في الحسابات كنا بنجيب الجاما ونقول ان الستاندنج ويف ريشيو واحد زائد المعيار بتاع الجاما على واحد ناقص معيار الايه؟ الجاما. طيب كده احنا خلصنا من اول مطلوب. بعد كده عاوز الثيتا ال اللي انت جبت المعيار بتاع الجاما، عاوز الثيتا بتاع الجاما. بصوا كده معايا على الرسم. انا مش عارف ارسمها احسن ما الدكتور رسمها يعني، بصوا كده معايا. انا حاليا واقف عند الزد ال داش، هقوم عامل ايه يا شباب؟ بالمسطره همد خط مستقيم من او لايه لحد اخر مسج شرط، هطلعه بره بالمسطره كده، هعمل خط مستقيم يطلع معايا لحد بره. وبعدين هقول له بقى النقط اللي انا واقف عندها دي قطعت كده كام خط هنا اهو. اول واحد احنا عارفينه اللي هو بتاع الاكس، الاكس موجبه او الاكس سالبه، اللي هو ده الجزء الايماجينري بتاع الايه؟ بتاع الزد ال. بعد كده يا شباب هلاقي هنا واحد اسمه، بصوا كده معايا بيقول لي ايه؟ انجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، مكتوبه اهي اهي، انجل اوف ريفليكشن كوفيشنت، يعني الزاويه بتاعه الريفليكشن كوفيشنت. هشوف الخط بتاعي قطعه في كام اهو، كده معايا قطعه في كام؟ قطعه في كام يا شباب؟ دي 20 ودي 30، قطعه في كام؟ 29 تقريبا، 29 كده 29 كده تقريبا، 28 وشويه، 28 و2 من 10 تقريبا، او 28 وشويه زي ما الدكتور كاتبها هنا 28 و2 من 10. خلاص اهي، اهم حاجه ان انت تجيب ال 28 صح اهي، لان انا عديت الحته بتاعه 28 بشويه اهو، فتقريبا 28 و2 من 10 تقريبا، لانها مش واحد برضه اهي. الكلام ده طبعا بيبقى تقريبي شويه، لان انا اكيد مش هبقى عارف النص فين اهو، انا عارف ان الحته دي 28 ونص. الدكتور يحاسبك لو انت كاتبها 28 و6 وانت المفروض اقابل النص اهو، انا المفروض واقفين عند 28، يبقى المسافه بتاعتي دي او الانجل بتاعتي دي اسمها كام؟ 28 و2 من 10 دي اللي هي الثيتا ال. يبقى انا كده جبت الجاما ال وجبت الثيتا ال، اعرف اعوض القانون بتاعي اللي هو الجاما بتساوي جاما ال في اي اس جي ثيتا ال. طيب شوف اللي بعده، كاتبه هنا الايه الرسم ده بالنسبه لك روكي عشان انت بتذاكر بسرعه قبل ما تبص لسه على الشرط. طيب اخر حاجه معايا هي دي ماكسيمم ودي مينيمم. هنا دي ماكسيمم اسهل بكتير من النظر، لان انا هنا هجيبها مباشره من على الرسم. بصوا كده معايا، هو يعني ايه دي ماكسيمم؟ هو عباره عن اول ماكسيمم بتقابلني او اول دي ماكسيمم بتقابلني بعد اللون. طب انا حاليا عند الزد ال اهي يا شباب، الزد ال وانا واقف عندها حالا، هطلعها بره بس كده زي ما انا قلت. انا الزد ال بتاعتي انا واقف حاليا عند الزد ال هنا، قدامي تو اوبشن، ينزل تحت يطلع فوق، يمشي مع عقارب الساعه يمشي عكس عقارب الساعه، امشي هنا ولا هنا؟ هلاقي في كيرف هنا مكتوب لي ايه؟ الكيرف ده مكتوب عليه ده مكتوب لي فوق، مكتوب عليه
مكتوب على النوت دي يعني؟ هو مكتوب هنا. معلش هو مكتوب هنا بعيد شوية. انت بالنسبة لك المسج شفط بقى قدامك. بص كده معايا قايل لك ايه؟ الويف لينسز توارد جنريتور. ده الخط الاولاني. الخط الثاني قايل لك الويف لينسز توارد اللود. يعني انت مش هتبقى حتى حاططها. انت بس تشوف هو مكتوب ايه. قال لي يعني انت لو عاوز تمشي مع اللود امشي على الكيرف ده. لو عاوز تروح يم اللود. ولو عاوز تروح يم الجنريتور امشي على الكيرف اللي بره ده. فانا حاليا واقف عند اللود. اروح يم الجنريتور ولا يم اللود يا شباب؟ المفروض ان انا هبعد عن اللود ولا هقرب منه؟ انا واقف عند الزد ال عاوز اجيب الدي. وتعمل ايه يا شباب؟ اروح عند اللود حاليا. عاوز اروح يم ايه؟ يم الجنريتور. طب يم الجنريتور كروك وايز ولا اي كاونت كروك وايز؟ مع عقرب الساعة. مع عقرب الساعة. أنا حالياً واقف عند الزد إذن. خلي بالك الكيرف اللي جوه يا شباب. معلش الكيرف اللي بره ده الأولاني. عشان الأولاني هو اللي قال لي إن أنا رايح لم الجنريتور. كتب لي عليه كده. فأنا هقف عند الكيرف الأولاني ده يا شباب. وأبدأ أمشي مع عقرب الساعة لحد ما تقابلني أول بي ماكسيم. فأنا وأنا ماشي كده أهوت أنا ماشي على الكيرف مع عقرب الساعة. يعني عمال أبعد عن اللود. بس بدل ما أنا ببعد ديستنس أنا ببعد بولر على ذاته. فانا ماشي على اللود اهو الدي معايا عماله تزيد لحد ما خبطت في النقطه دي اللي هي عندها البي ماكسيم. ففي اللحظه دي بالنسبه لي انا واقف عند اول ماكسيمم اول بي ماكسيمم بتحصل عند الايه بعد اللود. في الحته دي بالنسبه لي يا شباب كام هلاقيها دايما مقدار 0.25 لامدا. زي ما انا قلت لك كده ان كل الابعاد بتاعتي هنا معموله ريفرنس لللامدا. فالنقطه دي بالنسبه لي هي لامدا على 4. والنقطة دي بالنسبة لي هقراها كده 0.21 يبقى 0.21 لمدة. النقطة دي هي عبارة عن 0.25 لمدة. يبقى دي النقطة رقم 1 ودي النقطة رقم 2. فلو انا عاوز الزيت اللي انا مشيتها او عاوز المسافة اللي انا مشيتها هقول النقطة النهائية ناقص النقطة الابتدائية 2 ناقص 1. يبقى دي هنا كانت لمدة على 4 اهي دي ربع لمدة. ودي هنا كانت 0.211 يبقى هطرح النقطة النهائية ناقص النقطة الابتدائية كده جبت الدي ايه؟ ماكسيمم. طب يبقى دي مينيمم بكام؟ دي مينيمم بكام؟ مش احنا قلنا الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم لمدة على 4؟ يبقى هقوم جايب الماكسيمم اللي انت جبتها دي ازود عليها لمدة على 4. بس يا شباب حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ ها؟ حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ لا دي بالنسبه لي ثابته ليها رسم. كل مره هتجي لك في المساله خلي بالك المساله دي لما تيجي في الامتحان بس بتغير الزد ال بس لكن كل حاجه هتفضل هي هي. بص كده معايا اهي 25% اهي مكتوبه هي دي ثابته واللمضه على 4 دي ثابته زي ما انا قلنا هو في النظري المسافه ما بين الماكس والمينيمم لمضه على 4 ثابته برضه. المسافة من هنا من ماكس الماكسيمم لمضة على 2. طب ما بين الماكس والمينيمم كام؟ يبقوا ورا بعض على طول لو هما الاثنين متتاليين يعني لمضة على 4. فأنا حاليا جبت دي ماكسيمم عند كام؟ عاوز أجيب الدي مينيمم اللي بعدها على طول. يبقى الدي مينيمم اللي بعدها على طول هتساوي الدي ماكسيمم اللي أنت جبتها بس زود لي عليها لمضة على 4. إحنا الكلام ده بنعمله بس مش ديستنس بقى بنعمله بولر على سميث تشارت. بصوا كده معايا انا ممكن اعملها هنا هي اوضح شويه. بصوا كده معايا هنا دي بالنسبه لي النقطه بتاع الزد ايه اللي هي يا شباب قطعت الكيرف ده في نقطه اسمها 1. انا حاليا واقف عند النود عند دي بصفر عاوز اجيب الديستنس دي اللي عندها اول ماكسيمم بتحصل. فدي اصلا بالنسبه لي مكان دي ماكسيمم اهي. انا لسه قبل ما ابدا رسمت لك دايره انا كده قلت لك ان دي ماكسيمم مكانها هنا ودي مينيمم مكانها هنا خلاص. فبي ماكسيمم انا واقف عندها اهو. فانا همشي من اللود ده مع عقارب الساعه لحد ما اقف عند الماكسيمم. يبقى دي بالنسبه لي النقطه رقم 2. يبقى دي 1 ودي 2. يبقى دي ماكسيمم هي عباره عن 2 ناقص 1. انا كاتبه هنا الكلام ده دي عند 1 بالرقم ده 2 بالرقم ده. يبقى دي ماكسيمم عباره عن 2 ناقص ايه؟ ناقص 1. خلصت يا شباب؟ يبقى انا قلت لك حتى هو لو انا ماشي مع عكس عقارب الساعه يبقى بتتكلم على زد.
لو انت ماشي مع عقارب الساعه يبقى انت بتتكلم على ايه؟ على دي. حد عنده مشكله لحد هنا؟ يا شباب حد عنده مشكله لحد هنا؟ يبقى دي مينيمم، هي دي ماكسيمم اللي انت جبتها، تقول عليها لمضة على 4 ثابته يا شباب، ان الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم اللي ما بين بعض على طول، اللي ورا بعض على طول، هي لمضة على 4، بس لازم يكونوا ورا بعض على طول، ما ينفعش ان هو يكون في منهم حاجه. المينيمم اللي بعد الماكسيمم على طول، الفرق ما بينهم لمضة على ايه؟ على 4. حد عنده مشكله في الكلام ده يا شباب؟ ها اعديها. انا بس مطلوب واحد، المطلوب معايا اللي هو مين؟ طبعا انا قلت لك هات لي الواي ان تعرف تجيبها دلوقتي، اللي هو الزد ام، اخر حاجه فاضله معايا اللي هي الزد ام. طب يا شباب الناس معايا؟ الناس معايا ولا لا؟ معاك يا باشمهندس، معاك يا باشمهندس. طيب لو انا قلت لك دلوقتي هات لي الواي ان هجيبها ازاي؟ احنا فهمناها بقى في الاول، نجيب الواي ال ازاي يا شباب؟ هنمد الزد ال على قامتها الناحيه الثانيه، بالظبط شايفين النقطه اللي قدامي دي، هعكسها الناحيه الثانيه على الدايره تبقى هنا، هجيب خط مستقيم كده بالمسطره، لازم يمر بنقطه كاني بعكس نقطه حوالين نقطه في الارض، بس هعكسها على الدايره بتاعتي، هقوم جايب خط مستقيم كده بالمسطره من الحته دي كده اهو، طوالي 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 لحد ما يقطع النقطه دي في حته اهي، يبقى هي دي الواي ال داش. اقراها بقى اشوف الار بتاعتها بكام اهي، وليكن ب 4/10، والاكس بتاعتها اهي، هقرا الار والاكس، او مع الصح بقى ان انا اقول ان ده اسمها الجي والبي، ما ينفعش ان انا اقول الثانيه بقى خلاص، فساعتها او معلش الجي والاكس اقراهم هما الاثنين بناء عليهم اجيب الواي ال داش. خلاص نشوفها مع بعض كده، انا عاملاها في الاخر اهي، زد ام والداش طلع ب 1/4 ناقص جي 1/2. لا معلش انا المفروض الاول اهي الواي ال داش بتساوي 1 على الزد ال داش. الكلام ده لو بحسبها بالحسابات، طب من الرسم هنا هقوم واقف عند الزد ال عاكسها الناحيه الثانيه، هي دي الواي ال داش. اقراها من على الرسم وبعد كده اقول له لو انت عاوز الواي ال الفعليه، الواي ال داش اهي، لو انت عاوز الواي ال الفعليه اضربها بزد ال، يبقى انا كده جبت الواي ال لسه برضه عمال اشرح الحته تاني، بقول لك ان الجاما ال عباره عن معيار وزاويه، فالمعيار انا بجيب من الخط اللي تحت ده بشوف الرقم ده اري كام، لكن الزاويه بجيبها من الرقم اللي هنا اشوف الثيتا بتاعتي اري كام. خلاص يا شباب؟ فاضل لنا بس حساب الزد ام. الزد ام بتاعتي احسبها ازاي؟ هو انا لما باجي احسب الزد ام ببقى واقف عند اول الترانسميشن لاين ولا واقف عند اخره؟ ببقى واقف عند اول الترانسميشن لاين ولا اخر يا شباب؟ يعني ايه الزد ام؟ لو بحسب الزد فانا ببقى واقف على اول الترانسميشن لاين، لو بحسب الدي او لو بحسب الانبوت يعني عباره عن الانبوت بالظبط يا شباب، تبقى هي عباره عن الانبوت امبيدنس بتاع الترانسميشن لاين، يعني بالعقل كده انا واقف عند اول الترانسميشن لاين ببص على الزد بتاعته بكام؟ فانا حاليا انا واقف عند النون، يعني انا واقف عند النقطه اللي اسمها زد ال، فانا واقف عند النون، هل ينفع احسب الزد انبوت من هنا؟ لا. الاول امشي مسافه تساوي طول الترانسميشن لاين بعدا عن اللود، يعني هبعد عن اللود مسافه اسمها طول الترانسميشن لاين لحد ما اقف عند النقطه دي، يبقى انا كده واقف عند اول الترانسميشن لاين، في اللحظه دي ابدا ان انا ابص اشوف الزد انبوت بتاعتي بكام، فما ينفعش ان انا احسب الزد انبوت وانا واقف عند اللود، لا انا بحسب الزد انبوت وانا واقف عند السورس، يعني على بعد مسافه دي بكام؟ ب ال. فالفكره بتاعتها هنا يا شباب في سميث تشارت، انا هقف عند اللود وامشي مسافه دي بتساوي ال، يعني همشي مع عقارب الساعه مسافه دي ب ال اهو، ماشي مع عقارب الساعه، طبعا انا حاليا شغال معادلات فانا بمشي على خط مستقيم، ان انا في سميث تشارت بلف على ايه؟ على الشارت بتاعتي اللي هي البولر، فانا هبعد عن الزد ال، يعني هي هي همشي مع عقارب الساعه على البولر بتاعي بتاع السميث تشارت، ابعد لحد ما امشي مسافه اسمها ال، يبقى انا حاليا واقف عن ايه؟ الانبوت بتاع الترانسميشن لاين، اقرا الزد بتاعتي بكام، يبقى هي دي الزد انبوت. تعالى كده نعملها مع بعض. بصوا كده معايا. اهي. لو انا واقف حاليا هنا يا شباب
اهي دي الديستانس اللي عندها اللود اهي دي الزد ان اللي عندها اللود بتاعتي وليكن كانت بوينت 2.1 الدي في اللحظه دي هي عباره عن بوينت 2.1 من اللمبه يعني انا واقف حاليا عند اللود امشي من هنا مسافه قد ايه طول الترانسميشن لاين هو قايل لي في المساله ان الترانسميشن لاين 1/10 لمبه الترانسميشن لاين طوله 1/10 لمبه طب لو كان يا باشمهندس مديني ال ان رقم هنشوفه قد ايه بالنسبه للمبه لان انا قلت لك كده ان كل الابعاد في الفيس تشارت مقسوم منسوبه بالنسبه للمبه فلو هو لو مديك طول الترانسميشن لاين 5 متر شوفوا لي قد ايه من اللمبه سيبوا لي على اللمبه شوفوا لي قد ايه من اللمبه علشان اما اجي هنا هقول انا حاليا واقف عند بوينت 2.1 لمبه زود عليها طول الترانسميشن لاين اللي هو 1/10 لمبه فلما زود على ده 1/10 بالارقام هلاقيه بوينت 3/10 اللي هو عباره عن بوينت 3.11 هزود على الرقم ده 1/10 هبص اشوف الاقي الرقم ده تحت اهو بصوا كده معايا اللي هو ده البوينت بوينت 2.15 اللي هو البعد اللي انا واقف عنده المفروض هزود عليه 1/10 هيبقى عباره عن بوينت 3 اقوم ماشي على الكيرف كده اشوف البوينت 3 دي فين اشوفها فين فين اهو اهو بصوا كده معايا اهي يا شباب الحته دي اهي بوينت 3.1 طبعا انت بالنسبه لك الورقه تقدر تلفها وتشوف بقى كويس اهي يا شباب الحته دي اهي بصوا الحته دي كده اهي بوينت 3.1 بس مقلوبه دي بالنسبه لي انا زودت على البوينت ده النقطه واقف عندها اللي هي اللود زودت عليه طول الترانسميشن لاين اللي هو 1/10 لمبه هتلاقوني في المساله بتاع الشيء ان انا حلاه بايديا كاتب لك لمبه هنا بس عشان افهمك لكن هي في الحقيقه المفروض تتكتب كده مش في لمبه خلاص فانا المفروض البعد اللي انا واقف عنده بالنسبه للمبه هزود عليه 1/10 لمبه طلع معايا بالرقم ده هروح اشوف هو الرقم ده هنا فين اهو نقطه اهي هقوم جايب المسطره يا شباب واخد خط مستقيم من النقطه ديت لحد ما تقطع الاورجن اللي هو الزيرو النقطه اللي اسمها او بالتالي هقطع دايره الستاندنج ويف ريشيو دي في نقطه هي دي الزد ام بوتنش اعرف اقراها الزد بتاعتها بكام والاكس والواي بتاعها بكام او معلش الار والاكس بكام هلاقي ان الار بتاعتها اهي ب 1.4 وهلاقي ان الاكس بتاعتها بكام 1.2 من تحت يبقى سالب اهي الاكس والاكس من الناحيه التحتانيه اهي يبقى هي سالبه يبقى سالب جي 1.2 خلاص خلي بالك ان سميث تشارت مش موضحه مين الموجب ومين السالب انت تبقى فاهم ان فوق ارقام موجبه للاكس واللي تحت ارقام سالبه للاكس فانا قطعت عند ال 1.2 من تحت ده معناه انها بالسالب هنا 1/4 من ايه؟ اهي 1/4 اهي قريت النقطه بتاعتي الار والاكس بتاعتها بكام؟ ده ثاني يا شباب هقف عند نقطه الترانسميشن لاين ازود على او معلش انا هقف عند اللود اللي هو عباره عن بوينت 2.15 هزود عليه طول الترانسميشن لاين انا حاليا البعد ده بالنسبه لي انا حاليا واقف عند الانبوت بتاع الترانسميشن لاين هبص اشوف الزد انبوت بكام هقوم اوصل خط مستقيم من هنا لحد الاو يقطع لي دايره الستاندنج ويف ريشيو في نقطه هي دي بالنسبه لي الزد انبوت ده لو خدت بالك هتلاقي نفس السيمتريكيه هنا بالظبط هي النقطة على الستاندنج ويف ريشيو هنا زد ان هنا زد ان بوتاش بعمل نفس الخطوات يعني خلاص يا شباب كل الزدات بتاعتي لازم تكون واقعه على دايره الستاندنج ويف ريشيو طالما انا بتكلم في المساله بتاعتي دي هي حدودي في الغالب خلاص يبقى الزد ان بوتاش هي نقطه التقاطع هنا ها اللي هي 215 من 1000 دي جت ازاي على الرسمه؟ جت ازاي على الرسمه؟ 215 من 1000 ثواني اللي هو رقم ده يا شباب اللي هو ده اللي هو بوينت 2.5 ده معلش بس ثواني هو النقطة دي بس الدكتور بس كاتبها يعني هنا كتبها 2.11 هنا كتبها 2.15 شايف النقطة دي؟ ان انا اللي هي مكان الزد ال انا مديت خط مستقيم من الاو اي اللي هي نقطة الزد ال داش لحد ما قطع الكيرف اللي اسمه دي بره فقطع في نقطة اسمها بوينت 2.1 خلاص فالدكتور كتبها هنا بوينت 2.11 كتبها تحت بوينت 2.15 فانت عادي ممكن تعملها بوينت 2.11 زائد 1/10 وصلت؟ الدكتور بس مبقاش واخد باله منها مش اكتر تمام خلاص يبقى انا ايا كان الرقم كام المهم ان انا واقف عنده
لو انا زودت عليه، لو انا لفيت من العدد لحد ما اقطع اول ماكسيمم يبقى انا كده بجيب الدي ماكسيمم. انما لو زودت عليه طول الترانسميشن لاين يبقى انا كده بجيب الزد ايه؟ الزد ايه؟ خلاص يا شباب، انا كده بعمل هنا لفتين، واحده حساب الدي ماكسيمم اللي بتقابل اول ماكسيمم، واحده ثانيه بزود طول الترانسميشن لاين على المكان اللي انا واقف عنده، يبقى انا كده بجيب الزد ايه؟ وضحت ولا لا؟ خلاص؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ المحاضرة. طيب يا دكتور، هو في الميد ترم هيجيب لنا مثلا صورة للسميث شارت ولا احنا هنجيب معانا؟ عارفه كان حد منكم قال لي تقريبا هتبقى مساله زي دي كده، باين المحاضره يا شباب دي اكزامبل المحاضره اهوت، انا خدت بس ختام المحاضره اهي محلوله هنا. هتلاقوني وانا بشرح عامله كل حته تعملها ازاي. انت المفروض بقى تخلي الورقه دي جنبك، شوف انا بقول ايه وتشوف هنا. دي اول مساله في المحاضره الاولانيه. بعد كده المحاضره الثانيه اللي خدتها في الكليه كانت فيها مسائل كتير، هنحل المره الجايه ان شاء الله المسائل دي. طب المره الجايه دي هتكون داخله معانا في الميتر يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاثنين انا كنت بقول لزميلكم عايزين نعمل سيكشن مجمع وناخده مره واحده، بس مواعيد صعبه يعني مش مظبطه. اعتقد مفيش نزول الكليه الاسبوع الجاي علشان في ميتر، فمش عارفه هيبقى في نزول ولا لا. طب لو في سيكشن مجمع ده هيكون سيكشن مراجعه ولا هيكون سيكشن مراجعه؟ هكمل فيه ان انا بشرح هو المسالتين اللي فاضلين الشيء ثلاث مسائل، انا كده حليت مساله واحده. ثواني كده خليكم معايا. اخر شيء هنحل دلوقتي اخر شيء. اه يا شباب، الشيء بتاع السميث شارت ثلاث مسائل. انتوا خدتوا مساله واحده بس، هي نفس المساله رقم واحد خدتها في المحاضره الاولانيه، هي نفس المساله بالظبط بالارقام وكل حاجه، بس هنا المطالب يمكن اقل شويه. انا حليتها زي المحاضره، هنا المطالب هتلاقيها اقل شويه من المحاضره زي ما احنا حليناها، بس اقل شويه. دي اول مساله في الشيء. بعد كده خدتوا محاضره في الكليه خدتوا فيها مسائل كتير بقى عن الماتشنج، عن الطريقه الطريقتين بتوع الماتشنج خدتوا فيهم مسائل كتير، فاحنا هنحل المسالتين دولت على الماتشنج. خلاص يا شباب، مسائل مش شرط ما فيهاش يمين وشمال، هي الفكره واحده. يعني هتحل انت الافكار الدكتور مديها لك يبقى اكيد الفكره اللي هتيجي واحده منهم، ما فيهاش لف يمين وشمال، انت عارف الفكره. هو كل اللي يقدر يعمله ان هو يغير لك الارقام بتاع المساله بس، يعني بدل ما الزد يقل ب 100 زائد جي 60 ممكن يديها لك 100 زائد جي 50 او 50 زائد جي 40 اي حاجه. بس لكن السيكونس بتاع المساله هو هو. فكره برضه الطول بتاع الترانسميشن لاين، انا ممكن اديك ال ب 100 متر، فانا عارف ان انا وانا بعوض في السميث شارت محتاج ال مرجوع بالنسبه للنمبر. انا وانا بحل في الشيت بتاع السكشن وانا كاتبه بايدي في السكشن عاملها لمضه، بس اذا مش صح انا بس بوضح لك ان فيها لمضه هنا. تمام، لكن الدكتور في المحاضره شايل اللمضه ده الصح. فانت المفروض ترجع تنسب ال ال بتاع او ترجعه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للمضه. يبقى هقول لو ال ال ب 100 هقسمها على لمضه علشان اشوف هو قد ايه بالنسبه للمضه. يطلع نص لمضه، يطلع ربع لمضه، ايا كان هاخد الرقم ده زي ما هو اتعامل بيه في السميث شارت. مفيش افكار تاني ممكن تيجي غير كده، يعني الافكار هي هي. هتحل انت بس الثلاث مسائل بتوع الشيت والافكار بتاع المحاضره اللي هم المحاضره الثانيه. مفيش افكار ثانيه ان شاء الله تطلع من كده، مفيهاش لف كتير. وغالبا انا اعتقد ممكن يجيب مثلا مساله زي اللي احنا حليناها دي، يعني تبقى سهله كده في الميد تيرم. يا شباب، حد عنده اي مشكله؟ كان حد من زمايلي قال لي كده، هتاكد لكم برضه منه واقول له، كان قال لي ان ممكن تبقى مساله زي دي كده مباشره احنا حليناها دي. تمام، هو الدكتور ما قالش اي حاجه عن نظام الامتحان مثلا هيكون عامل ازاي ولا؟ ما اعرفش والله، انتوا اللي تقولوا لي، انتوا اللي حضرتوا المحاضره الاخيره مع الدكتور، انتوا اللي تقولوا لي، انا ما اعرفش اي حاجه. تمام، ماشي، شكرا يا باشمهندس. خلاص، اسالوا زمايلكم اللي حضروا المحاضره، الدكتور قال لهم هيعملوا هيجيب الامتحان ازاي او المسائل شكلها ازاي. بس انا المره الجايه ان شاء الله هحل مسالتين على الماتش. خلاص، حد عنده باشمهندس بس ممكن بس حضرتك بس ترفع البي دي اف بتاع السكشن اللي فات السكشن ده؟ حالا وانا معاكم دلوقتي.